سيارة لكل رخصة ستسجل بالرقم المدني، تتطلب شروطا عديدة منها ألا يزيد عدد سنوات صنع المركبة عن 10 وتوافر كهرباء خاصة بها، إضافة لاشتراطات أخرى تعنى بالسلامة والنظافة. الهدف الأساسي هو أن يكون صاحب الرخصة هو من يعمل بهذه الرخصة، مو شرط أن يكون فوق عمله فيها، ولكن أن لا تتيح للشركات، خلينا نقول لك العملاقة الكبيرة أو شركات المتوسطة العمل بهذه. يعني إحنا لما نروح دول متقدمة برا كلها نلاقي هالكرفانات هذه دائما نلاقي فيها صاحب العمل هو عليها. عمرنا ما شفنا كرفان ماركة تجارية معروفة ولا. لذلك وأيضا مع أخواننا بالبلدية سوف نخصص لهم أماكن عدة. مشروع جديد يضاف لسلسلة المشاريع التي ولدت من الأفكار الشبابية الكويتية، تؤكد على أن الإبداعات لا تقف عند حد معين متى ما كان الشاب النواة الحقيقي لها. هذا التقرير اللي شفناه مع بعض كان في تاريخ 21/7/2017، يعني الصيف الماضي. الموضوع حول المركبات المتنقلة، وأكيد ودنا نعرف تفاصيل أكثر، وكلنا واللي وده فعلا بأن يبدأ في هذا العمل شوفانا جدا ممتاز. راح يكون معي في الاستوديو الدكتور عبد الله العويصي الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط، والعقيد سالم محمد العجمي مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور. مساكم الله بالخير. حياك الله بخير. يعني هني عند الدكتور موضوع تجاري، وعند العقيد الموضوع المروري. نعم صحيح. كذا نكون حلينا الموضوع إن شاء الله. التقرير المساعي اللي شفناه هذا كان صيف الماضي، وما شاء الله يعني بعد 8 شهور تقريبا دكتور. تقريبا. نعم. الحقيقة التقرير هذا كان في حديقة الشهيد. نعم. كان معالي الوزير كعادة لأي نشاط أو أي مقترح أو أي برنامج جديد في وزارة التجارة يعمل أصل ذهني ويأخذ رؤى الشباب. نعم. فكان هذا المؤتمر الحقيقة في حديقة الشهيد، حضر تقريبا 400 شاب وشابة من المهتمين. نعم. في الرخص التجارية للمركبات. نعم. المتنقلة. الحقيقة كان حصيلة هذا المعرض كثير من الاقتراحات أو المؤتمر كثير من الاقتراحات. نعم. والرؤى الشبابية للحقيقة كلجنة حاولنا نأخذ معظمها ونسقطها. نعم. على هذا القرار. كان هذه اللجنة تقريبا الآن لها 8 شهور، 15 اجتماع. حاولنا الحقيقة في هذه الفترة مع الأخوان في مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القرار نسقط كل المقترحات في هذا القرار اللي أمامكم الآن، والحمد لله أنا طلع. وأهم شيء طبعا المرور، ونحييك العقيد سالم، وراح يكون على عاتقكم جهد جدا كبير. الله يسلمك ويحييك، مساك الله بالخير والمشاهدين. الله يسلمك يا رب. طبعا احنا إدارة عام المرور جزء طبعا من وزارات الدولة، هو يهمنا نجاح المشروع بقدر اهتمام وزارة التجارة والصناعة بالمشروع نفسه 100%. وطبعا وكانت لجنة كبيرة يعني ما شاء الله، وإلى الآن اجتماعاتكم مستمرة، وبعد ما طلع خلاص النتيجة النهائية للتراخيص. الحين الباب مفتوح دكتور. نعم. بالنسبة للجنة، اللجنة أعمالها مستمرة. نعم. الحقيقة أحب أنوه على أمر في بداية الموضوع. نعم. هو نشاطات أو أعمال هذه اللجنة لن تتوقف. اليوم هذه بداية الانطلاقة الآن في 19 نشاط، واليوم احنا منتظرين دراسة هذا النشاط وبالتالي اسقاط اي اقتراحات اخرى لاعمال هذه اللجنة. الحقيقة بدينا فعلا يوم الاثنين، دش معالي وزير التجارة التراخيص المتنقلة. من يومين الى اليوم فقط تقريبا 316 طلب تقدم. نعم. إلى هذا الترخيص. وايد أنا توقعت أكثر. في يومين. نعم. لا إحنا متوقعين. نعم. ما يعني إقبال جيد بالنسبة لنا في رخص جديدة. نعم. تنطلق 316 في يومين، هذا رقم جيد. في عدد محدود ولا مفتوح؟ بالنسبة للمتقدمين. نعم. هو حدد القرار الوزاري الباب الخامس. نعم. مركبتين، الباب الثالث مركبة. نعم. المتقاعد لا مركبة واحدة. نعم. لا يعني أقصد بأن يعني هل في عدد معين للمشروع كله للسيارات، يعني كم سيارة نقدر نستحمل المرور هنا، ايش كثر نقدر نستحمل؟ لا الحقيقة العدد مفتوح، ولكن مفتوح. مفتوح. نعم. نعم. يعني لكن اللي يحدد لهم الرخص. نعم. هم المقيدين. نعم. يعني الباب الخامس
مثل ما قلنا مركبتين الباب الاول المتقاعد مركب الباب الثالث مركب يمكن هذا ما يكون حل. يعني احنا ترى نبي الكل يعني يستمتع ويترزق الله وبالعكس، لكن احنا دائما نشتكي اخوي سالم من الزحمه، ففي خطه راح تكون يعني تساعدنا بان المركبات هذه لا تسبب او تزيد الزحمه؟ بالطبع طبعا كان موضوع رئيسي خلال اللجنة أن وين المواقف ولا وين توقف هذه المركبات أو التراخيص المتنقلة. تجربة جديدة على دولة الكويت، لازم لها تكييف وخصوصا في المواقع اللي تقف فيها هذه المركبات. فحددت اللجنة مبدئيا الطرق الرئيسية والمناطق تحت الإنشاء الجديدة كصباح الأحمد والدول المناطق الأخرى، والمزارع كذلك والبلاجات، هذه الأماكن حددت فقط كخطوة أولى لبدء المشروع. وطبعا هذه احنا عارفين أنها بعيدة عن الازدحامات وبعيدة عن المناطق الحضرية اللي فيها يكون دائما الازدحام. نعم، وممنوع بين هذه المركبات تتنقل بالبيوت بالفرجان ولا؟ بالطبع حاليا بالنسبة حسب القرارات المعمول فيها في البلدية طبعا، وهذا النقاش دار أثناء اللجنة، أنه ممنوع خصوصا خلال الفترة هذه أن المركبات تقف داخل مناطق السكنية أو المناطق الداخلية داخل المنطقة وتمارس الحضرية. العمل يعني هو بيصفط أكيد عند بيته، لكن أنا ما يمارس العمل بالفريج. صحيح كلامك، ما يمارس العمل إلا بالأماكن التي حددت في القرار الوزاري نفسه. نعم، طبعا هي الطرق الرئيسية الخارجية، وفي شروط معينة وقوف المركبة أين تقف بعدها عن الشارع الطريق الرئيسي، المكان اللي تقف فيها هل هو منطقة عسكرية، هل هو منطقة مسموح فيها أو محصورة، شو شروط. وبعدين ما يصير حجز، يعني مو أنا خلاص حجزت هذا المكان فيمكن أحط لي شيء شاهد يثبت المكان وارجع مرة ثانية أن نفس المكان، يعني ما يصير أثبت مكاني. نعم صحيح كلامك، والتراخيص المتنقلة هي الفكرة منها أنها تتنقل باستمرار. نعم، وحسب حسب الشخص وين صاحب المركبه وين بيمارس نشاطه، فهي المفروض انها تتنقل باستمرار. نعم، ما تثبت، ما تصير بقاله بعكس المحلات التجاريه اللي تكون ثابته في موقعها. 100%. نعم، وهذا الهدف من المشروع. دكتور الحين خلينا نبلش، شلون اللي بيقدم الرخصه هذه؟ قبل لا نبلش تكمله لاخوي العقيد، اليوم عمليه الاماكن هي مناطه في بلديه الكويت. ممتاز. المخطط الهيكلي الآن على حسب ما أفادونا أخواننا في البلدية أنه غير مسموح في المناطق السكنية. نعم، لذلك ابتدأنا الآن أو أعطونا موافقة مبدئية على الأماكن اللي تفضل فيها. نعم، اللي فيها حركة بعد. أي نعم صحيح. نعم، بالنسبة لسؤالك الآخر، بدأنا في تسجيل أي مواطن يحب يسجل في هذا الترخيص يتقدم إلى النافذة الواحدة مركز كويت الأعمال إلكترونياً أونلاين. فبالتالي يسجل هذا الطلب والبيانات واسم الشركة اللي يرغب إلى تسجيلها، بعد ذلك يتم تحويل طلبه بعد التأكد من هذه البيانات أنها مطابقة للمواصفات مع كروكي للمركبة أو صورة السيارة بالنسبة إذا كانت موجودة، ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية. وهني يسمح لي أشكر وزارة الداخلية الحقيقة للجهد اللي قامت فيه. أكيد. وأيضا وفرت لنا نافذة واحدة أخرى. اليوم وزارة الداخلية وفرت لنا في مكان واحد اللي هما وزارة التجارة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للغذاء، إضافة إلى المطافي في مكان واحد، بحيث يكشفون على هذه السيارة ويعطونا موافقة ويصدر ترخيص وزارة التجارة. وهي السيارة لازم بأنها تكون يعني مو صالون، لازم تكون مثل الكربان وشيء كذي صح؟ ولا حتى الصالون يمشي؟ هو في المرحله الحاليه. نعم. الان هو السياره اللي كلها منقود تنساق، يعني مش مش المقطوره. نعم. يعني مقطوره. لا لا مو المقطوره تنساق. نعم، لكن السياره تنساق هي. نعم. هي. نعم. ما حددتوا بين الحجم، ما حددتوا الحجم شلون يكون؟ ما حددنا، ولكن وزاره الداخليه. نعم. عندها الحجم في هذا الجانب، وعندهم بعض المواصفات اللي. نعم. اللي تشترط. نعم. هذه مهمه عشان لا تصير مشاكل. طبعا انا احب انوه من خلال البرنامج بخصوص الاسئله اللي طرحت علينا من. نعم. من بدء المشروع. ان شنو المركبه اللي استخدمها. نعم. فيها طبعا احنا المركبه تختلف من نشاط الى اخر، تختلف الديزاين. نعم. يمكن اول مره انه يكون المركبه هذه ديزاين يتم عملها عن طريق صاحب المركبه نفسه. فطبعا يعني اللي فيها اكل بيكون غير مثلا الخدمه بخيط ولا صالون ولا شيء كذي صح؟ صحيح.
طبعا احنا تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، احنا سهلنا الموضوع في وضع التصاميم. وللأمانة راعينا صاحب النشاط ان لا يتكلف ويتخسر ويجيب سيارة وفي النهاية بعد الفحص نكتشف انها غير مطابقة للباب الثاني من لائحة تنظيمية لقانون المرور اللي هو الباب الثاني الخاص بشروط المتانة. احنا اقترحنا من خلال اللجنة ان يتم تقديم الطلب عن طريق النافذة الواحدة ويتم تحويله الى إدارة الفحص الفني الجهة المعنية قسم المعلومات والمقاييس الدولية. هناك طبعا يتأكدون الأخوان في الفحص الفني ان من خلال الرسم الكروكي هل هو فعلا مطابق او هل هو فعلا ممكن ان تصلح المركبة هذه. إذا كانت مطابقة سيتم استدعاء الشخص للوقوف على المخطط طبعا الكروكي واعتماده أو عمل التعديلات عليه بوجود الشخص، ومن ثم إعطاء موافقة مبدئية ينتقل بعدها المرحلة الثانية، لمرحلة التصميم وتحضير المركبة طبعا المرحلة النهائية اللي هو استخراج جهاز تسيير المركبة. نعم طبعا يكون لها دفتر خاص يعني بأن هي هذه للمركبة المتنقلة للأغراض التجارية. نعم صحيح. نعم. سجل المركبة باسم النشاط باسم الترخيص، وراح يكون تحت بند معين خاص فيها أنك في التراخيص المتنقلة. نعم. الحين دكتور الإجراءات هذه تطول، يعني بعد ما دشيت النافذة الواحدة وحطيت كل البيانات، الإجراء اللي بعده شنو هو؟ هو طبعا الاجراء يعتمد على نفس الشخص. نعم. احنا بالنسبه لنا في نفس اليوم اللي يسجل فيه الاجراءات تكتمل الطلب. نعم. ويشيك عليه الموظف المختص بان جميع الاوراق مكتمله ترسل لوزاره الداخليه. نعم. ومثل ما قلنا النافذه الوحده الاخرى. نعم. في وزاره الداخليه. نعم. من الجهات ذات العلاقه اللي راح تعطي الموافقه، بس تجي الموافقه احنا جاهزين. في هذا الجانب. ولكن استدراكا للموضوع تفضلت فيه. نعم. ايضا احنا وجهنا كتاب وكان في اجتماع مع البلديه الى وضع زون خاص ممتاز. يكون فيه جميع الخدمات يعني من كهرباء من ماي من وهذا ترى عالميا موجود من عالميا. فبالتالي اليوم احنا بانتظار الحقيقه المجلس البلدي ان شاء الله ان يجتمع يوافقونا على مثل هذا الامر. نعم. اللي راح يوفر للشباب فرص جيده وتكون في اماكن مناسبه. هذا ممتاز. وهل تم تحديد مثلا الاعداد ان العربه اللي فيها غذاء كم وحده، اللي فيها مثلا خدمه كم وحده، خدمه يدويه؟ ما نقدر نحدد. هو مفتوح للشخص، هو 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 رغبته. نعم. النشاط اللي يحب يعني يتقدم فيه موجود ضمن اللائحه الموجوده، ما عندنا اشكاليه في هذا. نعم. الجانب. وضروري مثلا الحين صاحب المشروع طبعا لازم كويتي. نعم. ولازم هو يكون متواجد، يعني مثلا هو صاحب المشروع لكن يجيب مثلا موظف انه يشتغل غير كويتي. نعم. هذا يخالف ولا ما يخالف؟ لا احنا سمحنا الحقيقه كل صاحب مركبه يكون له عماله اثنين. يقدر يجيب عمال اثنين؟ يقدر يجيب اثنين. نعم. فبالتالي يزاول العمل. واحنا الحقيقه كان الهدف الاساس من هذا المشروع، اليوم الكويتيين وشباب مبدعين. وهذا اللي قاعد نشوفه في بعض العربات المتنقله اللي كانت موجوده. شباب يديرونها بانفسهم، هم قادرين على الابداع والكويتيين قادرين على الابداع. المفروض كذي. لذلك نتمنى نشوف هذا الامر من الشباب الكويتي. نعم. اللي كان اللي هذا المشروع موجه لهم الحقيقه في هذا الاتجاه. ونتمنى ايضا ينجح، لان اليوم من الاسباب الكثيره الموجوده واحد الاسباب المهمه انه يتجه الى القطاع الخاص. كل الشباب يتجه للقطاع الخاص في هذا الامر. نعم. احنا ان شاء الله مواصلين وياكم الحديث لكن بعد الفاصل، خليكم معنا. اقتراح العربات المتنقلة، هذا الاقتراح الذي تم تقديمه في بداية دور الانعقاد الماضي تقدمت فيه، وهو اقتراح رغبة بخصوص العربات المتنقلة. والحمد لله يعني تم الاجتماع في أكثر من مرة في لجنة تحسين بيئة الأعمال بخصوص هذا الاقتراح، وتم التنسيق فيه مع الإخوان في وزارة التجارة ووزير التجارة سيد خالد الروضان حتى رأى النور يعني اليوم. تم توقيع هذا القرار. كل ما تكلمنا عنه من دور الانعقاد الأول الآن يتم تحقيقه وصدوره على أرض الواقع. ولذلك اقتراح نفس هذا أنا أعرف هو ليس بالإنجاز، وأعرف أنه يعني ليس هذا الطموح، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا.
ومستمرين معكم مع ضيوفي الكرام الدكتور عبد الله العويسي والعقيد سالم العجمي. طبعا ايضا اجتمعتوا اليوم او اجتماعاتكم كانت ايضا مع لجنه تحسين بيئه الاعمال في مجلس الامه. الحقيقه اسمح لي اتقدم بالشكر الجزيل للجنه تحسين بيئه الاعمال بمجلس الامه. الحقيقه اللي عقدنا معها برئاسه معالي الوزير عده اجتماعات مهمه، واستفدنا الحقيقه من الملاحظات المهمه اللي تفضلوا فيها الاخوان النواب في هذا الجانب، واللي انعكست ايضا في هذا القرار. كان كل الدعم من الاخوان في لجنه تحسين بيئه الاعمال فيما يخص هذا النشاط الحقيقه. ممتاز، فالحمد لله طلعت نتيجه ممتازه والمشروع الحين موجود في ارض الواقع. العقيد سالم، راح تكون في اجراءات امنيه كثيره، يعني مروريه وامنيه ايضا. الاوقات تم تحديد العمل؟ طبعا بخصوص المركبات المتنقله وتواجدها حاليا على الطرق الرئيسيه، ما في وقت محدد يمنع تواجد المركبة في الطرقات الرئيسية، ولكن أخوي أنا حبيت أركز على نقطة اللي سئلنا كثيرا عليها بخصوص نوعية الرسم الكروكي الذي يقدم إلى الإدارة العامة للمرور، تحديدا إدارة الفحص الفني. شكل السيارة طبعا في كثير سئلنا هل يجب أن يكون الرسم الكروكي معتمد من مكتب معين أو هندسي أو فاحنا نقول الرسم الكروكي وضع لتخفيف الاعباء على المراجع صاحب النشاط وليس اضافه اعباء عليه. فاحنا الرسم الكروكي المقصود فيه انه تبين لنا ابعاد المركبه، نوع المركبه، حجمها، شنو الديكور اللي راح تعمله داخل متناسب مع نشاطك اللي انت متقدم فيه. مثال اذا مثلا مطعم وجبات خفيفه، وين راح يكون الفرن، وين راح يكون سلندر الغاز. هذه الأشياء طبعا مهمة، ونحب نأكد أن أهم شيء عندنا سلامة مستخدم المركبة وسلامة مستخدم الطريق. فلازم نكون حريصين أن تكون مطابقة للمركبة هذه شروط الأمن والمتانة. شروط مهمة. نعم لازم. نعم، ما فيها تهاون، لأن سلامة الشخص نفسه وسلامة المرتاد الطريق أيضا. فلذلك ضروري جدا ان لما يضع رسم الكروكي واحنا نعتمد له قبول مبدئي انه يكون يلتزم فيه عند التصميم النهائي، ولا لن يتم ترخيص المركبه نهائيا. فنحب ناكد عليها ان الرسم الكروكي ما يحتاج انه يكون من مكتب معتمد او ايا كان. عندك احد بالبيت يعرف يرسم، اقعد واشرح له. نعم صحيح. نعم. ويحدد الابعاد فيه ويحدد نوع المركبه. ضروري جدا يحدد نوع المركبه. نعم. وشنو راح يسوي داخل المركب وشنو النشاط، هذه شغله ضروريه. هذا مهم بالنسبه لنا. نعم، خصوصا النشاط، اذا ممكن نعرف اهم الانشطه اللي ممكن يمارسونها. الحقيقه احنا وضعنا في اللجنه مبدئيا، انا دائما اركز على كلمه مبدئيا، لان اليوم 19 نشاط ممكن نزيدهم. نعم. اليوم نشوف توجه الشباب، اليوم احنا نزلنا على ارض الواقع. المستقبل ايش يطلع؟ بالضبط. نعم. نزلنا على ارض الواقع. صح. راح ندرس هذا القرار. وانا متاكد ان في من الشباب والكثير حي يتوجه لنا باسئله في نشاطات معينه حبيضونها. احنا اللجنه قلنا 19 نشاط تقريبا، هذول اللي يغطون حاجه السوق مبدئيا. تكلم على الوجبات الخفيفه. نعم. تكلم على الحرف اليدويه. نعم. تكلم على الكماليات والعطور. نعم. تكلم على الخضروات والفواكه. تكلم على البرمجيات. تكلم على الستلايت. تكلم على صيح الهواتف. تكلم على عدة صراحة مجالات. الحقيقة رأينا أن متطلبات الشباب في هذا المجال، ولكن أيضا اللجنة تنتظر مقترحاتها على الشباب لتلبيتها، لأن احنا انطلقنا الآن بشكل رسمي، فبالتالي ننتظر رد الفعل والاقتراحات اللي ممكن نطور هذا النشاط من خلاله. وطبعا يمنع مثلا اللي عنده مطعم فيقول أنا أبي هذه السيارة تخدمني، هذا ممنوع. ما يعني هذا نشاط بحد ذاته. نعم. أنت ترخص شركة للمركبة. نعم. والشركة المسموح فيها هي شركة الشخص الواحد أو ذات مسؤولية محدودة، ولا بد يكون مديرها كويتي. فبالتالي احنا نتكلم عن هذه الفئة، تراخيص المركبات. نعم. مش المطاعم. نعم. اللي تكون فما تم تحديدها بالضبط. اي نعم. نعم. ممتاز. وايضا احنا نرجع مره ثانيه عقيد سالم للوضع المروري، يعني احنا نشد على هذا الموضوع. تدري احنا يعني عندنا مشكله زحمه وقاعد نعالجها، فما نبي هذا الموضوع يزداد. فراح تتم المخالفه فوريه، يعني في حددتوا العقوبات لمن يخالف؟ العقوبات طبعا
ثابتة كمخالفة أي مركبة أخرى في قانون المرور، العقوبات والمخالفات ثابتة، ما في مخالفات مستحدثة. طبعا قائد المركبة كقائد مركبة أي مركبة آخر يلتزم بقواعد وأداب المرور، القانون ولائحته التنفيذية بالكامل. ممكن النقطة الرئيسية في الموضوع الأماكن الوقوف، واللي احنا طبعا راح نركز عليها في أماكن وتحدد. نعم، الأماكن الممنوع الوقوف أو الانتظار فيها، مداخل مثلا مداخل الطرق الرئيسية، مداخل الطرق الفرعية، قريب من المستشفيات، قريب من محطات الوقود، هذه أماكن موجودة في اللائحة نفسها هذا ممنوع الوقوف أمامها إلا في مسافة معينة تزيد عن تقريبا 20 متر. الطرق العامة الأهم شيء أن وقوف المركبة ما يسبب أي خطر على مرتاد الطريق، ما يصير نوقف على حافة الطريق نهر الطريق وأثناء توقف مركبة لهذه المركبة ممكن يسبب عرقلة للطريق أو تسبب مثلا وقوف مفاجئ يحدث ربكة في الطريق. فالوقوف عندنا أكيد راح نواجه المشكلة في هذه، أن يجب أن يلتزم بقواعد وأداب المرور بالشكل الكامل، يبتعد عن الطريق لا يقل عن 20 متر، يقف في الأماكن المسموح فيها، الأماكن طبعا الأماكن الضيقة واللي داخل بين الطرق العامة والسياج ما في مجال ليوقف تقف المركبة، وهذه فهذا ممنوع الوقوف فيها بتاتا. نعم، فراح تكون جادين فيها عسكرية. نعم طبعا 100%. نعم 100%. دكتور، الحين على الأمور الغذائية وأي خدمة يقدمها صاحب المركبة هذه المتنقلة، إذا كان في شكوى، كانت في مخالفة عليه، فيرجع إلى من؟ هو في الرقابة في ذات السياق اللي تفضل فيه أخوي العقيد سالم. اليوم الهيئة العامة للغذاء هي المختصة في عملية المخالفات في الأغذية، وزارة التجارة أيضا مختصة في عملية المكان اللي يوقف فيه. اليوم الأخوان في المعلومات المدنية تم توقيع الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك ما بيننا وبينهم، زودونا الحقيقة في كويت فايندر لمتابعة هذه المركبات لتقف في الشكل السليم. ونتمنى وأتوقع إن شاء الله أن ما في مخالفات في هذا الجانب، لأن هذا يعني أعتقد أن في أماكن كثيرة ممكن الأخوان يكونون فيها، خاصة حتى في الاحتفالات. اليوم أخوان في البلدية بلغونا أن مسموح للعربات المتنقلة في أيام الاحتفالات وأوقات الاحتفالات في أماكن الاحتفالات أن تكون أيضا وتحددونها موجودة. نعم. نعم إن شاء الله بانتظار الرد البلدية، ولكن هذه من الأماكن الموجودة. اليوم إحنا كوزارة التجارة أيضا راقب من خلال كويت فايندر هذه الأماكن والعربات اللي إن شاء الله تكون في مكانها صحيح، العملية لابد تكون منضبطة ولا تبد تكون يعني ما هي عشوائية. نعم. والعربة مثلا معينة اللي تبيع شيء غذائي، أو يعني ممكن أن مثلا خلينا نقول شيء غذائي، أن يطلبها البيت وتيله للبيت، ولا هذا ممنوع؟ لا طبعا، إحنا اليوم النشاط اللي نتكلم عليه هو العربة المتنقلة. نعم. مفهوم العربة المتنقلة أن اليوم صاحب المركبة يحب يوقف عن طريق الشاليهات. نعم. بعد ذلك يحب يوقف في مكان آخر من أماكن البر، هو يحدد هذا المكان. نعم. ولكن في المناطق السكنية هذه مخالفة. الحي البلدية هذا أمر مثل ما قلت لك، البلدية عندهم الحي ملاحظات. نعم. عليه أن لابد في هذه الأماكن لازم يصير في وضوح. مثلا تلقى بيت عنده مسوي عيد ميلاد ويقول يبا تعال احنا راح ندخل لك اليوم كله وبيع البرد وبيع كذا كذي تعال لنا البيت، فممكن أنه يروح، لكن هذا هل هذا صحيح ولا مخالف هذا الكلام في هذه الفترة وفي هذه التراخيص؟ هو مو وارد، ولكن ما يمنع دراسته في اللجنة. الحقيقة اللجنة هذه لجنة مهمة لأن فيها جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بهذا النشاط، مثل هذه الأفكار موجودة. نعم. فما يمنع دراستها مع الأخوان المختصين في هذا الأمر ووضعها في إطار قانوني. بالعكس احنا نرحب في أي مقترح في هذا الاتجاه ممكن يضيف لهذا النشاط. وسؤال أخير، متى نقدر خلاص نشوف العربات المتنقلة موجودة؟ حددتوا تاريخ؟ احنا بدينا. نعم. احنا بس يعني الآن انطلقت فعلا. نعم. هذا الترخيص فقط الأخوان في الداخلية وإجراءات. نعم. الموافقات لها. وبالتالي تنطلق ان شاء الله. يعني هني جاهزين وهني وش كثر ممكن؟ احنا طبعا جاهزين. نعم. وانا اعيد كلمه اخوي الدكتور عبد الله بخصوص ان شكلنا نفس نافذه اخرى في. نعم. وزاره الداخليه. نعم. طبعا اداره عام المرور اثناء تلقي الطلب من وزاره التجاره والصناعه النافذه الواحده راح يعرض على الفحص الفني قسم المعلومات والمقاييس الدوليه، طبعا موقع في الشويخ مرور العاصمة نفسه. نعم. تحديدا
فموجود مع بالإضافة إلى موظفين الفحص الفني موجود موظفين من إدارة الإدارة العامة للمطافي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية موجودين في نفس الموقع لتسهيلا لصاحب النشاط وتسهيلا للمراجع أنه ما يتنقل من مكان إلى مكان لأخذ هذه التراخيص. نعم. فمجرد اجتيازه للرسم الكروكي أو إذا كان مركبة موجودة وأحضرها مجرد اجتيازه للقبول المبدئي تبدأ الإجراءات ثاني مرة تعود لوزارة التجارة ويطلع الترخيص بشكل نهائي ويحضر مركبته. طبعا احنا عطنا فتحنا المدى تقريبا بحد أقصى تقريبا سنة أنه ينفذ تنفيذ المركبة ويعيد طبعا بنائها والسنة كاملة بعدها يراجع الفحص الفني مرة أخرى بعد حضار الترخيص من وزارة التجارة يعود ثاني مرة إلى الفحص الفني ويحضر المركبة معه هني يتم إعطاء إجازة تسيير المركبة. ممتاز. عندك كلمة أخيرة دكتور. أيضا مثل ما تفضل أخوي سالم أكد على هذا كان السؤال متداول حقيقة. اليوم من يتقدم بالترخيص واحد من اثنين. نعم. يا أما أحد يكون المركبة جاهزة وبالتالي يعطينا صورتها ويذهب إلى الداخلية مباشرة يرخص هذه المركبة أو شخص يحب يرخص هذه المركبة ويستوردها سواء من داخل الكويت أو برا الكويت. فبالتالي النصيحة هني أن أتمنى من الأخوان قبل يقدمون على هذه الخطوة أنهم يتأكدون من المواصفات المطلوبة في هذه العربة. نعم. قاعد تركزون دائما على المواصفات. نعم. لأن هي مهمة. ممكن عملك يفشل إذا ما كانت مطابقة. ما في شيء خاصة يعني. نعم. الأطفاء لها شروط. نعم. الرقام في الداخل لها شروط. يقدر المراجع يأخذ موافقة مبدئية في الترخيص. نعم. والموافقة لمدتها سنة كاملة. نعم. يعني يتقدم ويعطينا كروكي لهذه العربة ويصممها على راحته. نعم. وهو طلبه موجود وله. نعم. أولوية وخلال سنة كاملة ممكن يتقدم. نعم. فيها. نعم. فنتمنى التوفيق للإخوان الشباب الحقيقة في هذا المشروع اللي أتوقع طال انتظاره من الإخوان. نعم. الشباب في هذا المجال. نعم أكيد. والمواصفات يعني ذكرتها وايد لكن مثلا الحجم بعد يعني هل تم تحديد الحجم يعني هل هي حجم اليوكن ولا شاحنة ولا مبدئيا هي السيارة التي تقاد بمعنى نقدر إن حتى يعني 6 أمتار 7 أمتار من الداخلية لا كل شيء يقدر يقاد دكتور عبد الله. هو طبعا بالنسبة للمركبات ما في قيود معينة على حجم المركبة سواء كرفان سواء باص مقفل. نعم سالم فتحتوها. نعم هو حسب نعود إن حسب النشاط نفسه في بعض النشاطات تحتاج إلى المركبة تكون حجمها كبير أبعادها أكبر في نشاطات تحتاج إلى مركبات أقل حجم. نعم. فهذه صراحة وضعت حرية الاختيار لصاحب النشاط. أهم شيء واللي دائما نقول أن أثناء التقدم. نعم. للطلب الرخصة أو طلب أنه يكون عارف شنو المركبة وحط تقريبا كل الأفكار موجودة عنده من بداية يكون جاد. نعم. وجاهز. نعم. نعم. يعني ولله الحمد الدولة طبعا وبعز من حضرة صاحب السمو بأن نهتم بالشباب يعني وزارة التجارة طلعت يعني غير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة طلعت لنا شيء متناهي الصغر والحين الصغر. نعم. العربات المتنقلة فيعني ماكو أكبر من هذا الدعم والمعارض الموسمية إن شاء الله ما شاء الله يعني معالي الوزير مهتم الحقيقة فعلا في هذه الكوكب من الشباب وكل. نعم. الأفكار الشبابية. نعم. وأنا أكد في هذا المجال. نعم. الأفكار اللي نعتقد. نعم. ممكن تحقق على أرض الواقع إحنا جاهزين لاستقبال هذه الأفكار. أكيد. اللجنة أيضا أكد أن إحنا جاهزين لأي استفسار وأي اقتراحات في هذا المجال لتطبيقها. أكيد. وإحنا لازم كمواطنين وكشباب أن إحنا يعني نقدر ونحترم الخدمات اللي قاعد تقدم ونمشي على القانون وإن شاء الله يا رب الكل الله يرزقه بالخير. شكرا لكم جدا وجودكم معي باسمكم. أشكر الدكتور عبد الله العويصي الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط والعقيدة سالم محمد العجمي مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع المرور.